السلام عليكم، مازال مكملين فيديوهات حجاب شرعي، وان شاء الله اليوم غادي نشوف لابوال كيفاش نقدروا نستخدموهم. وعطيت لك شويه الحافز تقولي شي بنت راه كيعجبوها هاد الفيديو ديال الحجاب الشرعي، وحتى قالت لي واش كتقلب على الشيلان الكبار. ف الا كانت غير وحده غير وحده غير وحده وصلت الفكره، ف هذا هو المهم. شيماء من المستقبل. بغيت غير شي واحد القضيه قبل ما نبداو لا فيديو، دايا غير كنت غنحطها البارح وما حطيتهاش ونقصت من هذه بارتي. حتى نحس بلا ريسبونسابيلتي، كنقول اكيد راه يقول لي راه متبعينك غير الناس قلعه، واخا يكون متبعاني غير وحده، شي غير وحده اللي نكون كندوي معاها، راني محسوبه قدام الله سبحانه وتعالى. داك الشيء اللي تنقول ماشي ضروري يكون عندك مليون باش تكون عندك غير الناس قلعه متبعينك، فراني محسوبه داك الشيء اللي كنقول. نبقى بحالي بحالك، انا كنجهد راسي، انا كنحاول نثقف راسي في شي امور اللي كتخص الحجاب ولا الامور الدينيه. فراك مثلا تقيني كندير الجوفه اللي يكونوا هكا ماشي سامبل، يكونوا فيهم بزاف تشكالات. اللي كيقول لك لا ما خصكش ديريهم، فانت يا قلبي وعرفي شنو تقتني بيه، باسكو ما باش نجيب عليا الذنوب، لانه ما داخلينش حنا باش نجيب الذنوب، حنا داخلين بواحد الفكره ديال نشوف الامور من طريقه اخرى. يعني ما نبقاوش براسنا ونقولوا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا، حنا كاملين كنقلبوا على هدايه التوفيق، وما كاين اللي عطاه علينا من غير الله سبحانه وتعالى، ولكن حنا مطالبين بالسعي. يعني ما نبقاوش براسنا وعجبنا داكشي اللي كنديروا ونقولوا صافي ربي يهديني، لا، خصنا نطورو من راسنا، نطورو من الحجاب ديالنا، نوعاو بانه راه شي حوايج كنديروهم غالطين، ونحاولو ونويو باننا نطورو من راسنا. كتقول لك هاد الخليقه اللي كتشوي فيها اللي ما فايتك بوالو، كتقول لك ما نبقاوش بلاصنا، ما يبقاوش عندنا نفس القناعات، وحنا عارفين بانه هادشي اللي كنديرو راه غلط، وكنخرجو بسراول مزيرين ولباس اللي غير لائق مع الحجاب، وعارفين هذاك الشيء غلط ومع ذلك كنديرو. فنديرو تغييرات، ناخدو بالاسباب، نلبسو سراو مزيرين ما نبقاوش نلبسوهم، نبدلو من راسنا. ديننا اللي كيقول لينا كلشي، انا فقط كنشارك معاك كيفاش بديت وشنو هما الحوايج اللي كيسهلوا الامور. زعما راه ما كنقولش بانه الباسي منه ما بقاش وانا دي انا لابسه احسن حاجه. جو زي بارني من هاد الروينه اللي عندي هنايا، والله العظيم عجبها فيها كيكونوا مربعين وقصار، كنشوف انه ما يكون صحيح. علاش؟ لانه ما يستروا لي حتى شي حاجه، يعني واخا نبغي نجيبو من القدام وهكا ما غاديش يستروا. علاش قالت لي لالين ضيغ انا مازالين عندك بس ما بيستالات، اما الحوايج اللي انا عارفها وما راه ما يمكنش يستروا لي شي حاجه فما تنديروش. الاسدال راه كي قلت لك ما كيكونش كيبين حتى شي حاجه. هاد الزيوفه اللي كناخد يقدر يكونوا ترونسبارون، ولكن كنضرق القليب انني نلعب على الشده وعلى حسب معيش تلبسهم. راه كنقول لك راه تقدري تستعملي الزيف، ولكن معيش غير تلبسيه هو اللي كيدير الفرق. يعني كنقدر نلبس زيف ابيض لتحت ولا كنلعب على الشده، المهم انه يخرجني ما يكونش ترونسبارون. نربطو هادي بعدا جهه قصيره ثم وهنا جهه لي طويله. ارجع لينا في الكلور، اسمح لينا ارجع للور شويه، وغادي نجيب هاد اللي درتها قصيره وغادي نحاول نشدها، ومن الاحسن يكون ستر لينا هاد لابارتي كامله وكتكون هاد الجهه هي مهنيانه. كاين اللي كيبان يشد بالفنيته اللي كنديروهم هنا الفوق، ديما كتبقى مبرسطاني، فاحسن حاجه هي كنشد بالفيلات ديال الحوايج. الجهه اللي خليناها وغادي نطلعها الفوق. شوف البنات حتي تفكرت فكرت، عمركم عمركم تديروا هاد الفنايات فمكم؟ عمركم يعني واخا ويل ما كنرد البال، البنات عمر هادي ما تجي فمكم. راه الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ، راه تقدري تكوني دايراها فمك وتهضري ولا ديري شي جاست، الله يحفظ الله يحفظ تبقي صالطه. انتي كديجا كديري هاد القضيه تبقاش ديرها، الله يرحم ليك الوالدين، حيت راه مادام راه كيمشي فيها. الجهة اللي بقات غادي نطلعها الفوق، هاكا باش كنتفادى بأنه ميكونش ترونسبارون. واخا نباليكم دابا راني مخنشة، راح يدير هاديك الزيت لتحت، و تندير فنيتة الفوق، وحاولي تلعبي على هاد الجهة اللي طلعتيها،
اكثر، لانه هذا كي ديجا تهضر بيه هنايا في شي من الاحسن ما يكونش ترونسبارون. وهذا اللي هنا مع هذا كتحاولي كتقادي بيه اللور باش يكون ساتر ليك. الشده اخرى كنستعملها اذا ما نقدرش نطلع الزيف الفوق، اذا الشال شويه قصير ما تصلحش ليه بزاف الشده اللي غادي نطلعو الزيف، لانه بانه يهبط شويه يستر اكثر الجهه ديال الظهر والكتف. هذه مازال غادي نقصها. انتي كتبقاي كتاجوستي على حسب اللباس، نديرها بفيلي اللور وراه كتستر لي هاد لابارتي القدام. ونحاول هو ترونسبارون حتى لا كولور تاع هي راه كلير دونك كتبين. و تنجيب تو سامبلومون هاد الجهة اللي هنا، هذيك اللي درنا لتحت راه تطلعيها وديري فنيتا ولا فينيل باش شحال عطيك اون باز لهاد الجهة. وهذا راه غادي نشدو بالنسبه لهاد الجوفه اللي كيجيو هكا كريب اللي ما طوالينش شي طول. هادو انا كيفاش كنتعامل معاهم، الا كانت شي حاجه اللي كتجي ضواد ما نوريك واحد لا غوب ولا عبايه نصورها لك هنا كنت درتها مع هذا، ولا اذا كنت غنلبس شي كارديغون فوق شي حاجه شي كان كنستعملهم اكثر فوق الشتا. اذا نلبس شي كارديغون فوق فهو اصلا ما فيه الحزام ولا شي حاجه مغيبيه ليا والو، وواسي اهم حاجه اننا ما ناخذوش طاي ديالنا، نحاول نخليه كيف ما هو لانه اصلا هو ما يطلعنيش بزاف. راكم عارفين هذا نرجعو اللور، غنجيبو هادي اللور حيت مكيش يطلع الفوق كيجيني هاكا، وهادي كنحاول نجيبها من اللور. فكيف ما كتشوفي هادو ماشي هما استر حاجة، وبالتالي كنلبسهم مع لي كارديغو ومع الاستالات.